الحين الرسم حلال ولا حرام؟ الرسم في الأصل حلال إلا إذا كان لشيء فيه روح. كيف يعني؟ يعني زي الإنسان والحيوان عندهم أرواح، عكس النبات مثلا ما فيه روح، والجمادات برضو ما فيها روح وزي كذا. فمعنى الكلام هذا يجوز رسم كل شيء إلا الإنسان والحيوان لأنها ذوات أرواح. طيب ليش؟ لأن كلنا نعرف أن خلق الناس وخلق البشر هو شيء خاص بالله تعالى. ولو تركز شوية تلقى أن الرسم جزء من الخلق، لأن خلق الكائن الحي عبارة عن عدة مراحل، اللي هي أنه يكون علقة وبعدين مضغة، وبعد عدة مراحل تجي مرحلة التصوير اللي صور الله فيها ملامح الوجه. لذلك الله عز وجل يقول هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فإذا تصوير الملامح يعتبر جزء من الخلق، وهو شيء خاص بالله ولا يحق لأحد أن يشارك الله فيه. عشان توصل لك الفكرة أكثر، شوف الصور ذي، لو تلاحظ بتلقى أن ذي الملامح وذي الوجوه الجميلة رب العالمين هو اللي صورها ورسم ملامحها، بينما هذه الوجوه وهذه الملامح يد بشرية هي اللي صورتها ورسمت ملامحها. فبالتالي لما ترسم وجه وملامح كأنك تنازع الله وتشارك الله في خصوصياته. وبأي حق تجرؤ أيها الإنسان أنك تنازع خالقك؟ وخليني أقول لك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. يعني ذي الرسمة الرهيبة اللي رسمتها رب العالمين بيقول لك يوم القيامة يلا خليها تتنفس، وإذا ما قدرت حتتعذب، وطبعا ما راح تقدر. إذن الخلاصة هي أن رسم ذوات الأرواح محرم وبشدة، وذلك لأن الرسام يعتبر منازع لله عز وجل ومشارك له. وركز معي أننا نتكلم عن رسم ملامح الوجه تحديدا، أما الرسم بشكل عام فهو حلال وعادي. ختاما، لا تسمح للشيطان أنه يكون أقوى منك، ولا تسمح لنفسك الأمارة بالسوء أنها تغلب. وصدقني المقطع هذا رسالة لك وليس مجرد صدفة. روح لكل رسمة فيها ملامح وجه وتلفها ولا حرقها. وبس والله أتمنى أني قدرت أقنعك وأشرح لك الموضوع، والله يهدينا وياكم ويتجاوز عننا وعنكم. السلام عليكم.